الأفراد سلاحنا الفتاك قرب عننا بالنار ساعة التحرير فقد غري الصمام. هل سمعت عن الشهيد خنتور؟ هو أول من دخل مرباط ثم استشهد، مسعود مطرح اسمه بين القلوب مخلدا. هذا هو مطلع الأغنية الشهيرة للجبهة للتذكير بخنتور وبعض رفاقه. ولد خنتور في المنطقة الوسطى من ظفار، واسمه مسعود سالم، لقب بخنتور منذ الصغر. اشتهر بقوته وشجاعته وصار مضربا للمثل حتى الآن، ومحلا لسبغ الأوصاف الخارقة، حتى إن عددا كبيرا من الشباب يلقبون أنفسهم به. اشتهر بهذا اللقب عندما كان يعمل في قطر لدى الجيش آنذاك. كانت قصصه ومغامراته وعدم مبالاته بالأنظمة أو النظام لها شهرة واسعة، وكان من المؤسسين للثورة وأحد قادتها الأوائل. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.